السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال يا رب. النهارده هقول لكم طريقه تخزين السبانخ، يعني ازاي نجيب كميه سبانخ ونخزنها عندنا كل ما نحتاج نعمل طبخه نطلع كيس ونعمل بيه. من الالف للياء اهو. اول حاجه طبعا هنغسل السبانخ، نفس طريقه غسيل الملوخيه والخضره، اي حاجه فيها خضار كده انا بعمله في الكيس ده كده. اي حاجه فيها خضره وورق وكده بيكون سهل عليا قوي ان انا اعمله في الكيس اللي هو المخرم ده، اللي هو برضو بنستعمله في الغساله في غسيل الحاجات الصغيره والشربات والكلام ده. فانا بغسلها كويس جدا كده كذا مره لحد ما الميه تنضف. شايفين الميه عامله ازاي؟ فانا بعمله بقى كذا مره كده لحد ما الميه خلاص في الاخر بتبقى نظيفه وصافيه. تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، بما أننا نسينا نصلي عليه في أول الفيديو. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين المية بدأت تنضف ازاي؟ أنا بغطسه كده، بحاول أن أنا أخليه يعني بخلي المية تغمره كده وتنضفه من جوه خالص. شايفين بالشكل ده؟ وهكذا بقى لحد ما المية خلاص في الآخر بلاقيها خلاص نضفت خالص. شايفين؟ ثواني هوريكم اهو. خلاص كده المية خلاص كده نضفت، ما عادش فيها شوائب ولا لون ولا حاجة، بقت صافية ازاي كده. خلاص بقى اقوم حاطاه كده في مصفى عشان يصفي المية اللي فيه. بعد ما نصفي المية اللي فيه هنروح بقى علشان نقطعه. طبعا احنا بنجمعه كده على بعض بحيث ان يعني الورق كله يبقى على بعض، والهو الحتت اللي ماسكه الورق دي اللي في الطرف كلها بقوم ماسكاهم كده فوق بعض، علشان الجزء ده كله هشيله مع بعض بالسكينه فوق بعض كده. فبحاول ان انا اسويهم على بعض كده بالشكل ده. بعد كده بعد ما بسويهم كده اقوم بقى ماسكاهم كويس جدا، علشان بقى اقوم ايه اقطعهم بالسكينة كده. حاول ان انا اظبطهم كلهم على بعض عشان كله يتقطع مع بعضه اهو. شايفين اهو كله اتقطع مع بعضه كده. بقى خلاص نضفنا الحتة دي، هنبدأ بقى نقطع كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع كده، نحاول ان احنا نخليه كده رفيع خالص. خلاص كده هنقطع بقى كل الكمية دي بالورق بكل حاجة، نحاول ان احنا نصغر خالص ونرفع وننعم. بعد ما انا خلصت كده الورق هحاول كمان ان انا امسك الورق ده وانعمه اكتر واصغره اكتر. شايفين كده بالشكل ده. بعد كده الخضرة بقى اللي هتتحط على السبانخ نفس الطريقة ونفس كل حاجة، برضو هنغسلها في الشبكة المفتحة دي. وبعد كده هنقوم حاطين بقى ملخبطين الخضرة دي بعد ما برضو بنقطعهم نفس التقطيع، نحطهم بقى على السبانخ. وبعد كده تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. في ناس بقى في المرحلة دي بعد ما بتقطع بتغسل السبانخ والخضرة في الوقت ده، بس طبعا كده هما بينزلوا كل الفايدة اللي في الخضرة في المية، والأحسن ان احنا زي ما احنا عملنا كده نغسله في الأول. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنروح بقى نحطه على النار علشان نسلقه، علشان بعد كده بقى هنخزنه في الفريزر. هنحطه بقى كده في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هنولع عليها ونوطي خالص ونسيبها بقى لحد مش هنزود عليها مية ولا اي حاجة، هي هتنزل ميتها وتستوى مع نفسها وهتتسلق مع نفسها كده. ومش هنحط كله مرة واحدة، لا احنا هنحط شوية وبعد كده هنلاقيهم اصلا كشوا خالص ونزلوا تحت، يعني تحت في الحلة من تحت خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنبدأ نزود الباقي وهكذا وهكذا لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا، لان هم اصلا بيكشوا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ده اللي كانوا مالين الحلة دلوقتي. خلاص كده تمام. بعد بقى ما بنخلص كل الكمية خالص بنسيبه بقى لحد ما يبرد، وبعد كده بقى بنعبيه بقى في الكيس دي، كيس تلاجة. وبعد كده بقى بنفرزهم في الفريزر وندخلهم الفريزر،
وكل ما نحتاج نعمل طبخة بناخد المقدار اللي احنا عايزينه، سواء كيس او اتنين اللي احنا عايزينه. وبس كده خلاص خلصنا الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتستنوني دايما. لو اول مرة بتشوفوني، انا سلمى محمد ابراهيم ودي قناتي انا وماما مس اماني والشيف سلمى. بحبكم في الله جدا جدا جدا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في رعاية الله يا حبيب قلبي، مع السلامة.